كما تعلمت المسرح ومارسته نحب نوصله لكم بقواعده الأخرى الأخلاقية الحرفية الحقيقية. في المسرح ما توصل لك النشوة إلا بعد مدة، توصل في وقت من الأوقات وانت عمرك ما مشيت على خيط حقيقي، وهذيك المعجزة تقنع وكأنك مشيت على خيط. يمشي ما يزموش يتيح، وكي يتيح يتيح بالعاني. الإنسان التونسي والإنسان بصفة عامة شو مكوناته؟ أفكار وحواس وتراكمات وجسد، ويحملهم جسد معين في وقت ما في مكان ما. احنا ننطلق دائما من الآن وهنا ونرجع للذاكرة ونرجع للتاريخ ونستشرف المستقبل إذا صح التعبير. هالإنسان هذا في المسرح، هذا علمهن المسرح، تاريخ المسرح، وقت اللي تحطه على الركح باش تحكي به ومعاه على أزمة سعادة ما يعملوش بها المسرح. ثم فنون أخرى تحكي على سعادة، المسرح مكان الأزمة. الإنسان لما يجد نفسه في مفترق طريق لابد من أن يختار أو يختار رغم أنفه شي نجم يكون مصيره. هذا الجعايبي الذي قدم الكثير في المسرح التونسي، الذي قدم الكثير لتونس، للوطن، لحرية التعبير، للأفكار الحرة، قدم كثير للمواطن. عندما تحدث عنه في يحيى يعيش سقوط الدكتاتور، عندما تحدث عن التونسيين والمظلومين، وعندما كانت تونس منقسمة بين حاكم ومحكوم. صحيت يحيى يعيش شاءت قبل الثورة بسبعة أو ثمانية أشهر، فعشنا تجربة ثرية جدا على المستوى الشخصي كممثل. الخطاب اللي كنت نقوله قبل الثورة كنت نقوله بطاقة معينة بروح معينة. نفس الخطاب بعد الثورة أصبح عنده بعد آخر، هذا على المستوى الشخصي. وعلى المستوى المتقبل الجمهور نفس الشيء، عندما كان يأتي إلى قاعة المونديال قبل الثورة كان يأتي وعينيه على كتافه، ساق القدام وساق التالي، ثم نوع من الخوف لأننا في زمن الدكتاتورية. ثم نفس المتفرج رجع 2011 مسرع الخطى، ليس هناك أي حواجز نفسية أو فكرية، أصبح الخطاب يتقبله بطريقة مختلفة. مسرح الجايبي هو ليس مسرح نخبوي بالمعنى الضيق للكلمة، لأنه مسرح منفتح على كافة شرائح المجتمع، ولكن هناك دعوة ملحة إلى هذه الشرائح أن يكون لها مستوى معين من المواطنة حتى يمكن للولوج إلى هذا العالم. هي الجملة اللي أنا أخذتها من جان فيلار اللي عرفته في باريس وعرفت خدمته الرائدة في المسرح الشعبي، هو اللي قال أنا نمن مشروع مسرح نخبوي للجميع، لا يقتصر على النخبة. نجم نتحدث سوية على ما معنى النخبة في بلداننا. نخبة الشهيد ما هيش نخبة، كم من طبيب ومهندس وحتى أستاذ وحتى يعني تاجر وغيرهم ينتموا إلى النخبة، النخبة المادية ربما لكن مش النخبة الفكرية. أؤمن بأن المسرح يرتقي بالذوق العام عند النخبة وعند المتفرج العادي. الخطاب المسرحي لا يجب أن ينزل إن شئنا لمستوى الوعي السائد والوعي العام، وإنما
أن يساهم أيضا في نحت إنشائنا وفي بناء شخصية التونسي بما في ذلك وعيه، وعيه المجتمعي، وعيه التاريخي، وأيضا وعيه الجمالي. سمعت وانا صغيرة حتى وانا نقرأ في الليسي بفضل الجعابي، تفرجت في مسرحياته ونمشي وندور ونتبع، يقولوا هاي مسرحية في نابل، انا اصلي من قربة، دونك نتنقلوا ونتفرجوا في مسرحياته ونتبعوه، وبيان سور كيما الهاويين الكل اي حاجة مهمة نشوفوها ونعملوا حلقات نقاش ونحكي ونحللوا ونفككوا الشفرات نتاع المسرحيات اللي وشنو يحب يقول وشنو وجهة النظر نتاعه ومواقفه المختلفة والثنائيات والجدليات اللي يطرحها في مسرحيات. احنا ما كناش نغلفوا كلامنا، كيف تشوف المسرحيات متاعنا ولا الأفلام ما كناش نغلفوا، كنا كما حكينا قبيلة معناتها حتى لو كان مشيوا للصدام مع السلطة ما هيش معناتها نقولوا اللي عندنا باش نقولوا، نقدموا اللي عندنا باش نقولوا، لكن حرية التعبير اللي ولات فوضى غوغاء بعد الثورة ما خلتناش ما نخدموش، نخدمو كيما عادتنا مش نخدمو، لكن يمكن الصوت كيما كيف فما غوغاء الأصوات ما عادش تتسمع، هذا الفرق. أما أنه كنا قبل خير، لا ما كناش خير قبل. احنا عشنا نظام بورقيبة، نظام بن علي، والنظام الحاضر هذا اللي يبحث على ذاته، كنا محبطين، أبانا محبطين في النظام البرجيبي لأنه قاسي، لأنه عنيف. نظام بن علي كان قاسي وعنيف، وهذه الوضعية اللي نعيشوها قاسية وعنيفة جدا، وكانها كل مرة تحطم الأمال متاع الناس. في نفس الوقت السيستم اللي يحكم في البلاد اللي هو متشعب سكر اللعب على الناس الكل، قضى على كل ما هو تمرد، حتى يعطيك الكلمة يعطيها لك بصفة سطحية عابرة منمطة وما يخليهاش توصل للعيان وتهمش. اش تحكي تسونامي؟ حكيناها عملناها بجوست بعد الثورة، ما خليناش البعد الكافي، قلنا نتصوروا تونس في عام 2015 واللي صاير أكثر بارشة من اللي قلناها في المسرحية. بيان غمض عيني ننسى كل شيء، نعنق ضمك الزدري، نسمع دقة قلبك ساعة بعد يوم بعد يوم. قلنا اللي باش يصير التطرف، وخاصة لو كان انت ريتا في الاخر وقت كيفاش يقرا الهدايا الارهابي، يقرا كيفاش تمنعوا كذا وتمنعوا كذا ويحجر ويحجر، واللي عشناه بعد الثورة لو كان ما ثماش جيل الاستقلال وما كانتش المجتمع المدني والمرأة التونسية اللي دافعت على حقوقها بكل جراسة، روى كغنيم وأصحابه رام عشوا عنا في تونس بعد الثورة، ورأونا رأينا الويل، معناها دخلونا في متاهات اللي احنا في غنى عنها، واللي ثورة ما تعملتش من أجلها، قامت على ثلاث حاجات: شغل، حرية، كرامة وطنية. هذو ما نساوهم ودخلنا في متاهات أخرى لا علاقة لها بهذا الموضوع. ثم كان العنف، مسرحية العنف متعبة شوية، مسرحية العنف لأنها كمان تحكي على تونس، أما بالعنف كما عنوانها يمثل. كل شيء شبابك الكل مكسر. لا 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 لا، مش شبابك الكل مكسرة، أنا اللي واحلة، أنا واحلة، ما بيش شباك مكسر وشباك مسكر مبلش. دونك العنف موجود، يكون ولينا نحكي عليه بطريقة أخرى،
فهمت بطريقة يمكن مباشرة هي صحيح، لكن احنا ما خدناش دور السياسي ولا دور الدور معناتها الخطابي ماهوش منبر كما يحكي مسؤول في حزب ولا مسؤول في نقابة، لكن تبقى ديما في طريقة فنية شاعرية. خدمنا تحت الضغط وخدمنا تحت حرية التعبير. بالرجوع الماضينا البعيد ولا القريب، الضغط يخلق طاقة خلاقة استثنائية في المواجهة للذات وللآخر، يعني الحاكم بمختلف مستوياته والمتفرج المتلقي. تسقل أكثر خطابك، تتعب أكثر فيه، ما تستسهلش الكلمة والصورة، لكن تتحمل ثقل مسؤوليتها مهما كانت في مواجهة هل تابو هل ممنوعات الكل مختلف مستوياتهم. أنا في وسط المجموعة وقت نشتغلوا ما حسيتش إن نخدم تحت الضغط، معناتها بصراحة ما يمكن على خطر زادة كان زادة مسرح الجعابي كما مسارح أخرى في تونس زادة مهمة، كانت فترينة كان يمشوا للخارج. كفنان مواطن نحب نخاطب الإنسان اللي على الركح انطلاقاً من الممثل اللي هو الآلة الرئيسية اللي بيها نوصل. هالتساؤل مستمر دائم، تجمش تحكي عن الناس وانت تنجو كأنك فوق الربوة. هذا الكل، هالجدلية المتشعبة هي محل التفكيك والامتحان في المسرح بتاعنا. العملية المسرحية بالنسبة للممثل، لأنه أنا تجربتي أنا ممثلة أولاً ثم جيت للكتابة، هي نقطة اللقاء ما بين شخصي أنا وهل الشخصية اللي ما هيش موجودة، فكرة شخصية، لكن هل اللقاء هذا مع هل الشخص اللي من برا اللي يحرك في خيوط اللعبة المسرحية، فما هالجدلية ما بين شخصين وشخصية مفترضة يلزم وقت باش تعطيها الجسد. أولاً الجسد بمكوناته الكل، من العظم للميسك الأعصاب لكل شيء، لنبرة الصوت للإحساس للحواس لتاريخك الشخصي، خاطر منين يجبد الممثل باش يعطي لك الشخصية، تاريخه الشخصي، تاريخ الجسد بتاعه، من أفكاره، من رؤيته للمجتمع، من الإيديولوجية بتاعه، من كل شيء. تواصل اليومي، خاطر تمارين الدوم ما بين هالثلاثي هذا هو اللي يخلي عملية الولادة ساعات تكون صعبة ومتعبة إلى أقصى درجة. لأن العمل مع فاضل يقول لك الشخصية كما تحبها أنت، ما عندكش لا نص اللي يقول لك أدخل من الكوتي كو ولا أخرج من الكوتي جغدا ولا غدوة نحبك تجي لابسة هكا، ولا يعطيك معلومات عامة على الشخصية. نتحاوروا نتناقشوا نخدموا برشا ما بين الركح والقلوا احنا الطاولة، لكن الشخصية زادة أنا لازم نحبهم باش نجم نعطيهم باش نجم نتقصبهم. والمهم إذا كان أنا توا عندي 40 سنة مع فاضل وجليلة، لأن نحس كما قلت لك فك الثلاثة أشهر اللي صارت لحمة ثم حاجة حسينيها، ثم ينالشمي صارت كيف مع فاضل في العمل المسرحي. دونك نعرفوا فين يحب يوصل ونعرفوا فين شنية فين، ورغم ساعات نتعثر ما نتبع ونقولها شيء طبيعي، لأن احنا الشخصية ساعات تهرب عليك، ساعات تلقاها فيه، ساعات ما تلقاهاش، ساعات تغيب عليك،
دونك تخلي وساعات في ساعة في ساعة في ساعة تلقاها وتمشي معك. دونك نتقاسم رؤية العمل، نتقاسم الأفكار، نتقاسم رؤيتنا للفن ولبلادنا وكيفاش نحبوها بلادنا وسياسة بلادنا. فهذه الكل يتجمع يخلق انسجام معايا ومع فاضل. اختيار ممثل الممثلين بالنسبة لفاضل الجعايبي ليس اعتباطيا، فهو يختار الممثلين تاعه بدقة، يختار ممثلين عندهم ثراء. ثراء هذا ليس فقط هو ثراء ثقافي بل ثراء إنساني، وخاصة ثراء على مستوى المواطنة. وطبعا للفاضل الجعايبي بتقنيات عديدة لتوليد الوضعيات ولبناء الشخصية. هنا لابد أن نقف عند نقطة وهي قداسة العمل عند فاضل الجعايبي. فالممثل لابد أن يكون ملتزما إلى درجة كبيرة. أثناء التدريبات ننسى حتى عائلاتنا، ننسى أنفسنا، ونصبح عبيد بين ظفرين للشخصية وللإنتاج المسرحي. خاطر نعرف فاضل يحب الممثل برشا، يخدم على الممثل برشا، يخرج منه برشا حوايج، وبعد ينظف وبعد يسقل وبعد قبل ما يقدمه للجمهور. فاضل صعيب وصارم جدا، وصعيب خاطر هو زاد صعيب مع نفسه حتى في اخر عمل. الخوف قدام معناتها شباب صغير اللي راني انا كبيره، وفاضل معناتها يعمل لي ملاحظه اللي ما نخرجش، خاطر نعرفوا الملاحظه ماهيش الشخصي كفات، ما نعرف فاضل وجاي لي يحبوني ويعزوني ويعرف قيمتي الفنيه، لكن حرصا وهذيك طريقته باش يخلق ويبدع ويخرج ما عند الممثل كل طاقته لصالح الشخصية التي يريدها. عمرنا ما قلنا فاضل الجعايبي، قلنا فاضل الجعايبي وجليلة بكار وفاطمة السيدان وفلان وفلان. الأعمال متاعه الكل يشارك فيها الممثلين وحتى التقنيين. يعني عندك مجالات باش تنجم تعبر، معناتها نخلقوا مع بعضنا. عمري ما حسيت روحي مثلا في التجارب مع فاضل كوني كنت نخدم عنده، بالعكس نخدم معاه ويخدم معايا، فما تكامل. والفاضل الجعايبي طبعا من بعض التقنيات اللي يستعملها هو أن يحاصر الممثل وأن يباغته أحيانا وأن يدفعه دفعا إلى مناطق في نفسيته أو في فكره. هذه المناطق يمكن الممثل لا يعرفها في نفسه، إذن هو يكتشفها أو يعرفها ولكن يخشى أن يلوج تلك المناطق. إذن فتصبح هناك صدام ما بين الشخص والشخصية، يصبح هناك الكثير من الألم، ولكن ألم بين ظفرين. هو سوف يصبح هذا الألم سعادة في آخر المشوار عند تحية الجمهور. التكوين أصبحت مدرسة، وهذه المدرسة بعد 3 سنوات بإمكانها أن تمنح شهادة للمتخرجين. هنالك فريق فني من أهم الأسماء في الساحة المسرحية من اختصاصات متعددة، يعني يشرفون على هذه حظوظ هذه المدرسة. اقترح عليها فاضل الجعايبي أني نكون موجودة معاه وقت اللي هو إنشاء مدرسة مختصة في تكوين الممثلين وتعليمهم بالأساس الصنعة، يعني صنعة التمثيل وصنعة خطر المسرح. بالنسبة ليه وبالنسبة للعبيد اللي تعلمت وتلمذت على يديه، هو صنعة تكتسب وعندها وسائل وعندها طرق. من أهم الحاجات اللي يقولها أنه فماش مسرح فما مسارح. المسرح ليس مربوط بحقبة زمنية معينة حتى يحقق ثورته، فهي ثورة دائمة ومتجددة حتى لا يموت. أعتقد أن هذه التجربة هي تقود قادرة الإبداع المسرحي
وتمثل الريادة عربيا وفي تونس. نعتبر اللي مسرح فاضل الجعابي وجيل بكار هو مسرح المواطنة. بعد تجربة طويلة من المسرح الجديد الفاميليا المسرح الوطني، يعني نشوف السيد ترك بصمة، بش يترك بصمة كبيرة في تاريخ المسرح التونسي. فاضل وجليلة قدم مسرح تنويري تقدمي حداثي من أجل الإنسان. الثراء الثقافي والذهني والإنساني إلى جانب حب المسرح، هذا هو أحد أسباب نجاح الفاضل وجليل. تعلمنا الجدلية، تعلمنا هيجل في وإحنا نتناقشوا الحقيقة مش عندي ومش عندك ومش عندها، بيناتنا الثلاثة كيفاش نوصلوا لها باش نفرقوا بين الغث والسمين، باش نعرفوا السلطة السياسية ودورها، السلطة القضائية وأهميتها القصوى، والسلطة الإعلامية والسلطة الدينية إلى آخره. سلطات موجودة في كل مكان، تقول أنا وين، يلزمني نلقى مكاني ونعبر على رأيي بكل صراحة وبكل حرية، والحرية الثمن متاحة غالي برشا.